اهلا بيكم في فيلم جديد بيبدا فيلمنا بالديناصور هنري واللي بنشوفه وهو بيزرع الارض بتاعته هو وزوجته، وبنعرف ان كان عندهم تلب بيضات وكانوا مستنيينهم عشان يفقسوا علشان يستقبلوا اولادهم، وفي يوم بتنادي زوجه هنري عليه علشان يشوف البيض وهو بيفقس وفعلا بتفقس اول بطين وبيطلع منها ديناصورين اشقياء جدا وبيقرروا ان هم يسموهم ليبي وباك، بتفقس بعدها اكبر بيضه فيهم ولكن بيطلع منها ديناصور صغير جدا وبيسموه ارلو وبيكون ضعيف جدا بيأخد بعد كده هنري وزوجته الثلاث ديناصورات دول وبيعلمهم ازاي انهم يساعدوه في شغل المزرعه بتاعته وبنبدا كمان نتعرف اكتر على الثلاث ديناصورات وبنعرف ان باك كان قوي وبيتحمل شغل المزرعه وليبي كانت ذكيه وكانت دايما بتعمل فيهم مقالب أما أرلو فكان ضعيف جدا وكمان كان جبان بيعمل هنري بعدها صومعة كده علشان يقدر يخزن فيها المحصول بتاعهم ومحدش يسرقه وبتقول زوجة هنري لزوجها انه بيتعب جدا في المزرعة وعلشان كده لازم يحط البصمة بتاعته على الصومعة لانه يستحقها ولكنه بيقول لها انها لازم تحطها هي الاول لانها كانت بتساعده في كل حاجة بيعملها وفعلا بنشوفهم وهما بيحطوا البصمات بتاعت رجليهم على الصومعة وبيفرح اولادهم جدا وبيبقوا انهم عاوزين يعملوا زيهم ولكن هنري بيقول لهم انهم لازم يعملوا حاجة مؤثرة علشان يقدروا يحطوا البصمات بتاعتهم زي ابوهم وامهم بتمر الايام بعد كده وبنشوف ليبي وباك وهما بيشتغلوا باجتهاد في المزرعه واستحقوا خلاص ان هما يحطوا بصماتهم على الصومعه اما ارلو فبيكون لسه مش قادر ان هو يحط البصمه بتاعته وبيروح كل يوم عند الصومعه علشان يشوف بصمات اخواته وبيحلم طبعا باليوم اللي هيقدر ان هو يحط فيه البصمه بتاعته على الصومعه زي اخواته وابوه وامه، اما بعد كده فبنشوف محاولات ارلو علشان يقدر ان هو يتحدى خوفه ويبقى شجاع زيهم ولكن كل محاولاته بتنتهي بالفشل وبيقرر والده هنري بعد كده ان هو يساعده وبنشوفه وهو بياخده بالليل لحديقه كبيره وبيطلب منه ان هو يروح وسط الورد وفعلا بيدخل ارلو ولكن بيكون خايف جدا وبيخاف اكتر لما بتيجي حشره وتقف على راسه وبيقرب منه والده وبيحاول ان هو يهديه وبيقول له انه لازم يكون هادي ويسيطر على خوفه لما بيهدى ارله بنتفاجئ ان الحشره نورت وبقى شكلها جميل جدا وطارت بعيد عنه وبيقول له هنري بعدها انه هيديه مهمه جديده ولو عملها هيحط بصمته على الصومعه وبياخده فعلا عند الصومعه وبيقول له ان في حد بيسرق المحصول بتاعهم وان المهمه بتاعته هي انه يمسك الحرامي ويخلصه بيوافق أرلو على المهمة دي وبنشوف هنري وهو قاعد بيساعده علشان يعملوا مصيده للحرامي وبيقف أرلو علشان يحمي صومعة طول اليوم وفعلا بينجح الفخ وبيمسكوا الحرامي وبيكون الحرامي ده هو طفل صغير من أطفال الغابة وبيكون شرس جداً ولكن بيصعب على ارلو فبيفكه وبيسيبه يمشي بدل ما يخلص عليه، وبيتعصب هنري جدا لما بيعرف اللي عمله ارلو، ولكنه بيقول له ان هم لازم يروحوا ورا الطفل ويخلصوا عليه علشان المهمه بتاعته تكتمل، اما في الطريق فبيقول ارلو ان هم بعدوا عن البيت وممكن كمان ما يقدروش يرجعوا، ولكن هنري بيطمنه وبيقول له انه طالما شايف النهر يبقى هيعرف يرجع للبيت بكل سهوله، وبيتعب بعدها ارلو وما بيكونش قادر ان هو يكمل، وساعتها بيقول له هنري ان هم هيرجعوا هي لبيتهم وانه كان عاوز بس ان هو يساعده، اما في الطريق بتاع الرجوع فبتقوم عاصفه قويه جدا، وبيحاول هنري ان هو ينقذ ارلو من انه يقع في النهر، وفعلا بيبعده عن حافه النهر ولكن ما بيقدرش ان هو ينقذ نفسه وبيقع في النهر وبيموت، وبيرجع ارلو البيت لوحده وطبعا بيكون حزين جدا على والده، اما في يوم فبيحط ارلو المحصول في الصومعه ولكن بيلاقي انه في حد جواها، وبيلاقي ان الطفل الصغير رجع مره تانيه فبيقرر انه خلاص هيخلص عليه المرة دي وفعلا بيهجم على الولد الصغير ولكن الولد بيقدر ان هو يهرب منه وبيفضل يجري وراه لحد ما بيمسكه فعلا ولكنه كالعادة خاف منه ووقع في النهر وما قدرش ان هو يخرج وكمان بتقع عليه صخرة وبيفقد ارلو الوعي بعدها بيفوق ارلو بعدها فبيلاقي ان حد انقذه ولكنه كان بعيد عن بيتهم وبيظهر الطفل من بعيد فبيتعصب ارلو وبيطلع له فوق الجبل وبيقول له ان هو كان لازم يخلص عليه اول مره شافه وانه المفروض كان يستغل لما وقع في المصيده ولكن الطفل ما بيردش عليه وبيسيبه وبيمشي بيكون ارلو عاوز ان هو يروح لبيتهم وبيفتكر كلام والده ان هو لازم يمشي جنب النهر اما في الطريق فبيحاول ان هو يجيب توت من الشجره علشان ياكله ولكن بيتزحلق وبتتزنق رجله ما بين الصخور وما بيقدرش ان هو يطلعها وبيضطر ان هو ينام من كتر التعب وفي تاني يوم بيلاقي ان هو قدر يخرج رجله من تحت الصخره بسهوله وبيفهم انه في حد ساعده ولكن طبعا ما بيكونش عارف هو مين اما في الطريق فبيكون في مطر قوي جدا وبيحاول ان هو يعمل لنفسه خيمه كده علشان يستخبى فيها وفعلا بينجح وبيظهر بعدها طفل صغير قدامه وبيفضل يجيب له حيوانات علشان ياكلها ولكن ارلو ما بيكونش فاهم هو عاوز منه ايه بالظبط لحد ما بيجيب له فرع التوت اللي كان بيحاول أرلو إن هو ياكله وفعلا بيكون أرلو جعان جدا وبياكل التوت كله لوحده، بيطلب بعدها من الطفل إن هو ياخده معاه للشجرة وفي الطريق بنشوفهم ماشيين على الطريق كده وبيكون طريق ضيق فوق الجبل لحد ما وصلوا لجزء مكسور وبيكون أرلو متوتر وفضل إن هو يصوت بأعلى صوته، ولكن الطفل قرب منه وعضه من رجله وخلاه يمسك في الناحية التانية من الطريق وقدر الطفل فعلا إن هو يعدي من فوقه ولما أرلو شاف شجرة التوت قدامه اتشجع. وقدر ان هو يعدي الجزء المكسور بسهوله، حاول الطفل ان هو يفهم ارلو انه ما ياكلش من الشجره، ولكن ارلو ما سمعش كلامه، ومع اول قطمه ليه من التوت ظهر له تعبان ضخم، وكان بيحاول ان هو يخلص على ارلو باي طريقه، ووقعوا كلهم من فوق الجبل، ولكن برضه جه الطفل الصغير وفضل يدافع عن ارلو وخلص على التعبان، بيظهر بعدها حيوان وليه فروع كتير وبيطلب من ارلو ان هو يديه الطفل الصغير علشان يدافع عنه زي ما بيدافع عن ارلو. ولكن ارلو بيرفضه وساعتها بيتفقوا ان كل واحد منهم هيقول اسم مناسب للطفل واللي الطفل يوافق على الاسم بتاعه يفضل معاه بيفضلوا يقولوا في اسماء كده والطفل طبعا مش بيبص لحد ما بيقول ارلو انه هيسميه سبوت فبيفرح الطفل بالاسم ده وبيقرر ان هو يفضل مع ارلو بيكملوا بعد كده رحلتهم علشان يوصلوا لبيت ارلو وبنشوفهم وهم في الطريق بيلعبوا مع بعض وبيفضل سبوت يساعد ارلو ان هو يتخلص من الخوف بتاعه اما بالليل فبيعاد على الحديقه اللي بتنور فيها الفراشات وطبعا انبهر الولد الصغير باللي شافه وهنا بيفتكر ارلو والده وبيفضل يشرح لسبوت معنى العيله وإن هما بيكونوا مترابطين مع بعض في دايرة واحدة، وبيفهم سبوت كلام أرلو وبنشوفه وهو بيجيب فرع شجرة واحد وبيعمل حواليه دايرة كده لأنه عايش لوحده من وقت ما اتولد، وعمره ما حس قبل كده إحساس انه هو يعيش في عيلة وبيناموا هما الاتنين وهما زعلانين وبيتمنوا إن هما يقابلوا عيلتهم قريب، أما في تاني يوم فبتقوم عاصفة قوية جدا وبيخاف ارلو وبيفضل يجري بعيد عن النهر وبتهدى بعدها العاصفه وبيفضل سبوت يدور عليه لحد ما بيلاقيه وبيلاقي بعدها ارلو مجموعه طيور معديه وبيطلب منهم ان هم يساعدوه يوصل لبيته في سن المخلب فبيوافقوا ولكنهم بيقولوا له ان هم الاول هيساعدوا الحيوانات اللي محتاجه مساعده بسبب العاصفه بيروحوا بعدها لحيوان كده كان مزنوق تحت جذع شجره علشان يعني يساعدوه ولكنهم ما بيقدروش فبيجي ارلو وبيكسر الشجره وبيطلع الحيوان ولكنه بي صدم لما بيلاقي ان الطيور كانت مفترسه واكلته، بيخاف منهم ارلو وبيحاول ان هو يهرب منهم ولكنهم بيتجمعوا حواليه وبيقولوا له ان هم مستعدين يرجعوه لبيتهم ولكن بشرط ان هو يقول لهم على مكان الطفل اللي معاه، حاول ارلو ان هو يقول لهم على مكان غلط ولكنهم شافوا سبوت وحاولوا ان هم يهجموا عليه ولكن ارلو بياخد سبوت وبيجري بسرعه بعيد عنهم لحد ما بيلاقوا ديناصورين كبار جدا وكان ارلو خايف منهم أوي ولكنهم هجموا على الطيور وانقذوا ارلو وسبوت منهم وبيطلب منهم ان هم يساعدوه ان هو يوصل لبيته ولكن ابوهم بيرفض لان هم كمان بيدوروا على قبيلتهم وهنا ارلو بيقول له ان هو ممكن يساعدهم وده لان سبوت ممكن يشم ريحه اي حاجه ويقول لهم على مكانها وبالفعل سبوت شم ريحة الفرو بتاعتهم وفضلوا ماشيين وراه مسافة كبيرة جدا ونجح في الاخر ان هو يوصلهم لمكان القبيلة بتاعتهم ولكنهم بيتصدموا لما بيلاقوا ان لصوص الديناصورات كانوا هناك وبياكلوا في القطيع بتاعهم وهنا بيعملوا خطة بيكون بطلها ارلو واللي بيمشي بالراحة لحد ما بيوصل لصخرة كبيرة وكان المفروض ان هو يصرخ بصوت عالي ولكنه كالعادة خاف فقرب منه سبوت وعضه في رجله وساعتها صرخ بصوت عالي عالي جدا من الوجع فتجمع حواليه كل اللصوص اللي موجودين في المكان وساعتها بيهجم الديناصورات اللي معاه على اللصوص وبتقوم ما بينهم معركه قويه جدا وبنشوف ارلو وهو بيتغلب على خوفه وبيشارك الديناصورات في انهم يتخلصوا من اللصوص وفعلا بينجحوا وبيقدر الديناصورات انهم يرجعوا القطيع مره تانية بمساعده ارلو اما بالليل فبيقول ارلو ان والده كان قوي جدا ولو كان معاهم كان خلص على كل اللصوص لوحده انما هو خايف وجبان وهنا بيقول له الديناصور الكبير ان مفيش حد مش بيخاف لان دي طبعا طبيعه كل الحيوانات وان هو لو ما بيخافش كان زمانه ميت من زمان لكن المفروض ان هو يتغلب على خوفه وما يسيبش الخوف ده يسيطر عليه بيعجب ارلو جدا بكلامه وفي تاني يوم بيقرروا ان هم يساعدوه ان هو يوصل للنهر وبيقولوا الديناصور الكبير ان هو هيكون قائد القطيع كله وان دي مسؤولية كبيرة جدا ولازم يكون قدها وطبعا بيكون ارلو مبسوط ان هو خلاص قائد لقطيع كبير بالشكل ده وما بيكونش خايف بل بالعكس بيكون مبسوط جدا وفعلا بيوصلوا للنهر وبيكمل بعدها ارلو وسبوت رحلتهم وبيكونوا مبسوطين ان هم قربوا يوصلوا لبيت ارلو ولكن فجأة بيظهر لهم الطيور اللي كانت بتدور على سبوت وفعلا بيقدروا ان هم يخطفوه من ارلو وبيحاول ارلو ان هو ينقذه ولكنه ما بيقدرش وبيقع من على الجبل وبيشبك في جذور الشجر وبتقع عليه صخره كبيره وطبعا ما بيكونش قادر ان هو يتحرك فبيتخيل ارلو ان هو بيتكلم مع والده وبيقول له انه بيحب سبوت وعاوز ينقذه ولكنه خايف من الطيور وهنا بيقول له والده ان هو شجاع وانه لازم يتغلب على الخوف بتاعه ويلحق صاحبه قبل ما الطيور المفترسه تاذيه بيفوق بعدها ارلو وبيقدر ان هو يتخلص من جذوع الشجر ويوصل للمكان اللي فيه سبوت وبيجم على الطيور وبيقدر ان هو يخلص عليهم بمساعده سبوت وبتقوم بعدها عاصفه قويه مره تانية وكان سبوت في وسط النهر وكانت الميه خلاص هترمي لي بعيد ولكن ارلو بيلحقه وبيقدر ان هو ينقذه في اخر لحظه وبيطلعه بره النهر وبيوصلوا بعدها اخيرا لمزرعه ارلو ولكن فجاه بيشوف سبوت عيلته وبيجري عليهم وطبعا بيكون مبسوط ان هو شافهم ولكنه بيرجع علشان يكمل مع ارلو ولكن ارلو بيشيله ونزله مرة تانية ما بين اهله وبيرسم حواليهم دايرة علشان سبوت يفهم يعني انه لازم يعيش مع عيلته زي ما ارلو حكاله قبل كده اما ارلو فبيرجع هو كمان لأهله وبيكونوا مبسوطين بيه جدا وبيكون أرلو بطل وساعتها بيحط بصمته هو كمان على الصومعة وبس كده لحد هنا بيخلص فيلمنا والقصة بتاعتنا عن أرلو اللي أخيرا بقى بطل وقدر إن هو يتغلب على الخوف بتاعه نتمنى إن الفيلم والحلقة بتاعنا يكون عجبوكم لو عجبوكم فعلا ما تنسوش تعملوا اللايك والشير والسبسكرايب تفعلوا زرار الجرس علشان يوصل لكم مننا كل جديد نشوفكم في حلقات تانية كتيرة جديدة وسلام